السلام عليكم، بسم الله وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسول الله. احنا الآن في منطقة حزرة غرب المدينة، وتبعد عنها قرابة 70 كيلو. وهذه تشكيلات الصخور العجيبة، هذه الصخرة العجيبة توقفنا عندها. شوف سبحان الله، تشبه الجمجمة، فيها من الخلف بعض النقوشات التاريخية. خلوكم معانا نيجي المنطقة هذه، الصخرة من الجهة الأخرى. شوف هنا نقوشات تاريخية على الصخرة، وهذه تشكيلة الجبال والصخور في منطقة حزرة، جميلة جدا، رائعة، مجوفة. وهنا شوف كيف الصخرة هذه، كيف التشكيلة العجيبة. المنطقة هذه فيها نقوش تعود إلى أبناء الحسن، ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، من آل البيت. شوف كيف تشكيل الصخور. ولا زلنا في منطقة حزرة وغرب المدينة المنورة، وتبعد عنها 70 كيلو، مع بعض النقوشات في هذه المنطقة الموجودة على الصخور. بعضها يعود إلى الصدر الأول من الإسلام، يعني القرن الأول والثاني والثالث الهجري. ووجدنا بعض النقوش ممكن أيضا قبل الإسلام، ممكن تعود إلى العهد الثمودي. هؤلاء الشباب يحاولون الآن قراءة بعض هذه النقوش. يعني ما شاء الله، هذه الصخرة أيضا عليها بعض النقوش التاريخية. شوف كيف هذا نقش تاريخي، وهنا ما شاء الله صخرة كبيرة عليها نقش تاريخي. السلام عليكم، حيا الله الشباب والمشايخ. ما شاء الله، ايش النقش هذا اللي وجدته؟ ايوه ايوه ما شاء الله، يعقوب ابن سعيد. هذا لو بحثت عنه ممكن تحصل له ترجمة ولا شيء. محمد ما شهد، هذا ما شهد على ما شهد، هذا ما شهد، شوف النقش ما شاء الله تبارك الله. لوحة، اي والله لوحة فنية ما شاء الله. لا جزاك الله خير، في السيارة بعدين. طيب الله يجزاك خير وبارك فيك، شكرا. هنا ما شاء الله من الخلف، ما شاء الله تبارك الله، ايضا هنا مجموعة من النقوش. ممكن كم سنة هذه لها يا سيد، او كم قرن؟ رسمة إنسان. إيه. هذا كله عاد قد تكون ثمودية. ها. أوه. ثمودية يعني قديمة جدا، يعني حتى قبل عصر الإسلام. كلها نقوش ثمودية. إيه. خاشة عدة حضارات، في نقوش إسلامية ثمودية زي ما قلت. لكن هذا كله ترجع مثلا عند الله القرن الثاني، البدايات الثالثة اللي بدأت انتشار النقط. أيوه. أنا مطرف ولا؟ عند الله، نعم أنا مطرف، بن عبد الله، بن عبد الله، هنا إيش؟ أشهد، أشهد، أشهد أني ولا إيش؟ أيوه شوف هنا، أنا مطرف، هذا حرف العين، حرف العين؟ أيوة. أبو حمزة إيش؟ وهذه الصخرة من بعيد ما شاء الله تبارك الله. وهذه المنطقة منفسحة منبسطة، والجبال تحيط فيها.
أنا عمر ابن حرملة. عمرو بن حرملة. عمرو بن حرملة. هذا كأنه مر علي الاسم هذا. عمرو بن حرملة. أي ممكن تكتب. أي. سبحان الله. أنا محمد أشهد أني أن أشهد أني. يعني قراءة النقوش فن. اللهم أغفر لعبد الملك قد تكون. عجيب والله ما أغفر لعبد الملك. شوف شوف عشان ننزل في السطر الثاني. عمرو حط الألف. أيوة عجيب. شيء جميل والله. ثقافة وحضارة وعلم. وهنا هذه أحرف ثمودية. ها؟ ممكن. أحرف ثمودية. أيه ممكن. وهنا إيش؟ شخص. هنا شخص. هنا هذا صورة شخص. إيه. تم السيف في يده. وهنا صورة حيوان. هنا هذا حيوان. وهذا إيش كنا رسمه؟ هذا حتى هذا اللي فوق تابع لها لأنك لما تشوف اللون. أيوة. تقريبا نفسه. أيه شوف هذه الأحرف الثمودية. أيه شوف. هذه الأحرف الثمودية. شوف اللي شوف أول واحدة الدائرة هذه. أيه. حرف إيش؟ طبعا هذه جبل. ايوه شوف كيف ما شاء الله الشغل الاصلي ما شاء الله متخصصين. يا سلام في هذا اخر واحد. شوف كيف الان المقارنه. ايوه هذا هو يجيك مقلوب بطل يا سيد ما شاء الله. بس هنا سيد شوف هذا كانها رسمه حلوان. اي والله صح. شوف هذه نقش فوق نقش. كانه هذا عجيب كانه في بعد ثلاثي كذا. اي وفي جنبه هناك على اليسار جهتك كمان شيء جميل. ونزلنا في منطقة حزرة الجميلة الرائعة وسط هذه الصخور الجميلة العجيبة اللي عليها نقوشات تاريخية حتى أشكال الصخر جميلة وعجيبة. شو كيف هذا نقش تاريخي والصخرة شكلها عجيب مجوفة تجاويف عجيبة جميلة. أشكال الجبال جميلة جدا رائعة تشبه جبال العلا. المنطقة هذه تشبه جبال العلا إلى حد كبير جدا. شوف الصخرة من جهة المقابلة الأخرى. شوف كيف الصخرة شيء عجيب كأنها منحوتة نحت سبحان الله. وهنا كمان الصخرة هذه العجيبة الجميلة. منطقة مرة حلوة جميلة. شوف هنا تحت هنا زي الغارة ومكان كذا ممكن شخص هنا ينام شخص ولا شخصين ممكن يناموا في هذا المكان. وهناك الشباب فرشوا الفرشات ما شاء الله الله يديهم الصحة والعافية. وهذا واحد من الشباب ما شاء الله. هنا نقش سيفين ونخلة. نقش سيفين ونخلة. شوف الصخر كيف شيء عجيب جميل. شوف كيف الجبال وتضاريسها والبيئة المحيطة في المنطقة هذه. منطقة منفسحة جميلة جدا للكشتة. جميلة جدا للكشتة. وين أصحاب الكشتات؟ منطقة منبسطة سهلة رملتها بيضة جميلة ما شاء الله. هنا يا طويل العمر والسلامة وقت الأمطار المكان هذا كله ربيع ما شاء الله وزحمة من الناس. الآن إن شاء الله لما نطلع إلى الصخرة الكبيرة العظيمة في هذه المنطقة اللي فيها نقش عجيب وجميل يعود إلى أبناء الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شباب الرحلة ما شاء الله تبارك الله. وهنا أحد الصخور الكبيرة اللي عليها نقش كبير جميل رائع ما شاء الله تبارك الله. شوف كيف صخرة كبيرة ونقش كبير مكتوب باحترافية وجمال. ايش النقش سادة ديب؟ ما تعرف تقرأ؟ والله جميل جدا. وفي هناك كمان فوق اجمل كمان ورائع يحتاج ان نطلع الجبل في نصف الجبل. نقش ما شاء الله تبارك الله مسطر تصطير عجيب فوق هناك. نقرب شوية الزوم ان شاء الله انه يكون واضح لكن نقرب نروح هناك الآن نطلع بسم الله توكلنا على الله.
ولا زلنا في منطقة حزرة الجميلة الرائعة وسط هذه الصخور الجميلة الرائعة اللي عليها نقوشات تاريخية، حتى الصخر شكله عجيب وجميل. خلوكم لما نقول لكم تشكيلة الصخور عجيبة جدا، وبعضها كذا على أشكال عجيبة كمان، شكل ثعبان أو شكل طير أو صقر أو سمكة. شوف كيف الصخور، شيء عجيبة جميلة. الآن نطلع للنقش، وهنا الشباب في طريق في الصعود والطلوع، والمكان خطير مزلق. هذا السيد عز الدين المسكي يحاول الصعود. انتبه يا سيد اطيح. بسم الله، درك زين. ها شد، دوس نمرة. يلا حمزة، جميلة الجميل. تطلع ولا اطلع؟ تفضل. لا تروح، روح. شوف كيف ما شاء الله، والله المكان جميل. يا سلام. وهناك ابو بشرى جالس عند السيارة. وهذا النقش ما شاء الله تبارك الله، شوف كيف جميل جدا، مكتوب بخط جميل ومسطر تسطير رائع في هذه الصخرة. شوف كيف لوحة فنية جميلة رائعة. وهنا منطقة حزرة. في الحمد لله إلى أجمل نقش في هذه المنطقة، نقش تاريخي جميل رائع ما شاء الله تبارك الله، لوحة فنية. شوف كيف، يا سلام، جميل جدا رائع. الآن نحاول نقرأ هذا النقش ونقف عليه ونعطيكم نبذة عن هذا النقش وعن هذه المنطقة، منطقة حزرة الجميلة الرائعة. الآن عندنا قراءة هذا النقش مع الأستاذ أحمد التركي أبو حمزة. تفضل أبو حمزة. طبعا هذا النقش لزيد بن حسن، متوفي عام 120 تقريبا. مكتوب فيه: آمن زيد بن حسن بالله وحده لا شريك له، وشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأن محمدا عبده ورسوله. على ذلك على ما حي أو حي ما حي، وعليه يموت إذا مات، وهو يسأل الله أن يقربه من محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة كما قربه منه في الدنيا، وأن يجعله من أحبائه وأصفياه ونجباه. اللهم بارك لنا في منزلنا هذا، واردد عنا شره وشر كل ذي شر، واردنا إليه مرمرا أو مرارا كثيرا، والله أعلم. الله خير أبو حمزة. وإياكم لسانك بيض الله وجهك. وجهك أبيض. هذه قصيدة. الله يجزاك خير. هذا النقش. شكرا لك أبو حمزة. شكرا سيد عز الدين المسكي. شكرا أديب عواري. شكرا حمزة جميل. يا سلام، مكان جميل رائع.